احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشجال بتشار بطب يهدتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشجال بتشار بطب يهدتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشجال بتشار بطب يهدتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشجال بتشار بطب يهدتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشجال بتشار بطب يهدتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشجال بتشار بطب يهدتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشجال بتشار بطب يهدتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشجال بتشار بطب يهدتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشجال بتشار بطب يهدتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة
اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتو جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهل يزيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بتشار بطبيعة تتشال الاهل معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتو يبين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهل يزيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بتشار بالطبيعة تتشال الاهل معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتو يبين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهل يزيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بتشار بالطبيعة تتشال الاهل معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتو يبين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهل يزيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بتشار بالطبيعة تتشال الاهل معلم اجال مفيش تعب بيأثر